السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فراخ محشية. فراخ محشية ازاي؟ انا مش عارف، هم جايبين لي ديك رومي مش فرخة. يعني الافتراء حرام يعني. طب دي اتلم عليها ازاي؟ هنشوف خمس ست رجالة وكتفوها ونشتغل فيها. نعمل عندي فريك وبصل وتوم وجزر وكرفس وكرات وزعتر سمنة طماطم وفلفل حار وبهارات فراخ ملح وفلفل وكمون. يلا بينا نعمل الاول الخلطة بتاعت الرز وبعد كده نحشي في المحشي. دي حبة سمنة اهي، وادي حبة توم، شوية زيت للمعادلة، ونقلب نصلي على الحبيب. اديني نار وتلاقيني نار. ده الكرفس، ده الكرات، فلفل، زعتر، بهارات، كمون، مكعب مرق. الله، وتصلى على النبي. الريحه طالعه موجوجه. قوم بقى يا سيدي، حبه ملح، حبه فلفل، شوية جزر، شوية طماطم فريش، الرز بتاعي متحمر واخد بصل واخد توابل عالية واخد مزاج وحلاوة وكمال كل حاجة حلوة اهو. هنعمل اللي يفيد منه. هنعمل فيه ايه؟ هنحطه تحت التشيكناية. حبة وتر اهو. بنصلي على الحبيب، نصلي على الحبيب. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. مفلفل، مفلفل ليه يا باشا؟ عشان يكيد العوازل. يبقى ما نغطيش، ما نسيبوش مكشوف، نغطيه كده، نلم بقى الفوارغ كده، ونيجي على، انا اقول عليها رومية عشان دي مش فرخة ابدا. الله، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. بص مش عارف اعمل فيها ايه. ده عايزة كتلوج، عايزة كتلوج. اشتغل فيها بمزاج بقى. بيقول لي وانت بتخلي خروف يا عم، ده اكبر من خروفه، هعمل لك ايه؟
عارف انزل فيها حاجه ايه يا معتز؟ ان صغيره. هنعرفها ازاي صغيره ولا كبيره يا عم معتز؟ القرقوشه دي لما تبقى جامده قوي تعرف ان هي ان كان في الحمام او في الفراخ. لو جامده تعرفها ان هي ايه؟ عجوزه. بخليها بضمير. بضمير اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. صلى على النبي. اقلب الرز عز الفريك اهو. الله الله الله، الريحه طالعه، الله اكبر اهو. هوبا كده، ده العظم هعينه اعمل بيه شوربه ونشوف وصلنا لهنا لايه. يا خبر ابيض، احنا كنا فين وبقينا فين؟ شاف يا باشا الجمال؟ حبيبي يا سيدنا محمد، لسه عايزينكم ناخد فاصل وارجع تاني ولا غير المحطة ولا نروح في اي حتة. بعد الفاصل وكده في ملح وفلفل اهو كده اهو.
ملح وفلفل تاني. اعمل لك ايه؟ حيرتني. مولع نار. حبيبي يا رسول الله. قال لي هتتاكل بعد كده؟ الله اعلم. هنا حبيت ملح وفلفل. حبة زيت.
يلا يلا بينا. كده ناخد فاصل ونرجع تاني. ولا نغير المحطة ونروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل. عندنا عملنا ورقة لحمة، ورقة فراخ، وبص عليها كده بص. يا رب يا مسهل، يا رب يا مسهل. طيب ورقة لحمة، ورقة فراخ، ورقة جمبري. النهاردة هنعمل ورقة سمك، ورقة سمك، كوسة وبصل وجزر، طماطم، ثوم، بطاطس، ملح، فلفل ألوان، مشروم. هنعمل ايه يا سيدي؟ حبة زيت زيتون، كده عندي بصل، كمون، بهارات، ملح وفلفل. شوية ليمون. اللهم صل على النبي. وادي شوية ليمون. ده بصل. اهو. حبيبي يا رسول الله، ما انت شريك معايا في الحلقه، لازم تشوف معايا. اهو بص من عينك وايد غزه. طيب هو سؤال دلوقتي جميل قوي سالهولي المخرج، بيقول لي طب انت ليه ما عملتش الفرخه دي سليمه؟ ليه ما عملتش الفرخه سليمه؟ هو فعلا انا كنت اعملها سليمه لو هي صغيره، بس كده مهما حطها في الفرن لمدة ساعة جواها الحشو، هتيجي تطلعها هتلاقي الفراخ الفخاد فيها دم، والكويلز او الجناحة فيها دم. فكان اسلم طريقة ان افكها واصرفها كده زي ما انتم شايفينها، على اساس ما تضحكش عليا. طيب هو زعلان بيقول انا كنت عايز اكلها سليمة، لكن انت حر بقى ماليش دعوة. هنا يا سيدي ادي السمك بتاعي. طيب اغطي عليه سينكو منيتو. قال لي كلمة عربي وحياة ابوك. طيب نيجي بقى هنا الصينية بتاعتي. او دي هنجيب بقى ورق زبدة، ولا ورق سلفر اهو.
نعمل حرف اكس يعني ازاي؟ اهو كده. وادي ورقة الزبدة كده، وادي واحدة كده، نجيب بقى دي كده نقلب السمك بتاعنا. ده كرفس، وده كرات، ودي فلفل الوان، شوية ليمون، ونغطي برضو شوية. طبعا عندي البطاطس والكوسة، بناخدها نص قلية نص قلية. ليه بقى؟ هنعمل بقى يا سيدي، هنبص على الفراخ بتاعتنا زي ما قال لي الراجل. الله يا بلادنا الله، بمخرجنا والكاست معاه. شايف يا باشا؟ اقفل ووطي. عندي الرز اللي احطه تحت منها. ادي بقى كده، نعمل ايه بقى يا سيدي؟ نشيل كل اللي هي على جنب ده، ونطلع الفيشنج بتاعي.
بعد كده انزل بالمشروم بتاعي. اهو قوم بقى يا سيدي، ادي طماطم بوري، هنا طماطم فريش، شوية ثوم، شوية طماطم بوري، الملح والفلفل بتاعي، شوية ليمون، وشوية ووتر، ويلا بينا. نضربهم كده اهو. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. اوعى السكة والطريق، اوعى السكة والطريق. طيب نيجي بقى نعمل ايه؟ الفرن كده خلاص، انا كده موطي عليها خالص سرنسي، ودي نغطي عليها. ناخد فاصل ونرجع تاني ولا نغير المحطة؟ وانا اروح في حتة. وانا بعد الفاصل وكده بنرص بعد كده الله يا بلادنا الله. ورقة لحمة متكلفة، قصدي فراخ وسمك ولا ايه؟ حلو الكلام ده يا باشا. الله 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 الله. كده نطلع بالفرن. هتصلي على الحبيب ونخش الفرن اهو.
الوجبه اللي بعديها صينيه خضار بالكفته، خضار مشوي بالكفته. طيب طاسه على النار، ادي الكفته بتاعتي عليها بصل، عليها شويه زعتر، بهارات، جوز الطيب، حبة فلفل، حبة ملح، وادي الكبة. اهي يلا بينا، يلا اهو. هوبا حلو الكلام، الله يا بلادنا الله. طيب هعمل ايه يا سيدي؟ طاسة على النار سخنة، صلى على النبي.
هو ده يامه حبيبي ده. هستأذنكم اخد فاصل وارجع تاني ولا غير المحطة واروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده نشوف حبة الخضار المشوي مع الكفتة. نخش بقى الفرن اهو. نيجي بقى على التشيكينية بتاعتي. الله ايه الجمال ده. هل كنت متوقع انها تطلع بايظه؟ قلت له ما انت دايما بتشك فيا وبتتوقع كل حاجه بايظه. ادي حبه الرز الحلوين بتوعي دول هم الفريك قصدي اقول لك مش رز اهم. ده النست بتاعها اللي هتنام عليه. يمكن تبيض. قال لي انت ناصح اللي في التريقه. والله ما بتريق يا جماعه. انا بتريقش بس عايز ادوق عايز ادوقها. قطعها ولا خليها سليمه؟
قال لي ايه رايك بقى انا عايزها متقطعه. طب ما قلتش لي قبل ما اغرفها. قال لي كبرت في دماغي. حاضر على عيني يا سعاده الباشا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف هو يقصد ايه. والنبي يا عم يا جنايني تديني وردة. انا شايف ان هي كده حلوة اهي. عندي بقى شوية مكرونة بالوايت صوص. بالوايت صوص. الصوص بتاعها بيبقى روزي. بينك صوص. مكرونه بالجمبري والريحان. ربنا يريح قلبك يا لبالي. ادي الريحان. يا لا 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 موضوع كبير. معلش معلش معلش. طيب ده الريحان. في ريحان اكل وفي ريحان زرع. ده توم اهو. حبيبي يا رسول الله. اهو. الله. حبة زيت زيتون. واطلع بره وانزل بالريحان. يا صلاة النبي. شوية طماطم بوريه. شوية طماطم فريش. كمون. وادي الجمبري بتاعي. وادي شوية فلفل. سلطان بيبر. الله. فريش كريم. اعمل لك ايه بس. يلا بينا. يلا
طب اعمل لك ايه بقى؟ نطلع بقى ورقة اللحمة او ورقة السمك. الله. احمدك يا رب. وادي الباركس يا واد يا واد يا واد. اهو يا باشا وقف الفرن. وادي. اصحى يا عمي. البينك صوص. بارميزان تشيز. شويه بقدونس. يا اخوانا اخوانا انا بعرف اطبخ، انتوا زعلانين ليه؟ ادي الصحن اهو كده اهو، وادي الصحن التاني اهو على الطبلية، المستنى دي التالت. هوبا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا شريك له. قوم بقى إيه يا سيدي؟ الافتراء حرام، الافتراء على الناس حرام. بعد كده اعمل ايه؟ اشكر مخرجنا الجميل واشكر حضراتكم على حسن متابعتكم، ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.